حق تظاهر حق مكفول دستوريا ويمارس في إطار القانون، وموقف الحكومة إذا المنع، لأنه ليس هنالك عدم ترخيص حيث لم يقدم أصلا طلب ترخيص للمسير، موقف حازم وحاسم وواضح. لا يمكن الاستناد على حالات من أجل تبرير أو دعوة إلى عدم إعمال القانون في الحالة التي نحن بصددها. ثانيا، لهذا ليس فقط سيد وزير الداخلية، سيد وزير الدولة مكلف بحقوق الإنسان كان موقفه أمس صريحا وواضحا في الموضوع. الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة في هذا المنع، هو قرار بالنسبة إلينا حكومي. الأغلبية الحكومية أصدرت بلاغ تدعو إلى التفاعل الإيجابي باعتبار أننا معنيون بتوفير أجواء الهدوء والتهدئة والامتناع عن التصعيد أو التوتر. المدينة والإقليم يموت من الناحية الاقتصادية، ونواجه برفض مستثمرين بشكل متكرر، رفضهم أن يتجهوا إلى الإقليم من أجل الاستثمار فيه. وبالنسبة إلينا اعتبرنا المطالب مشروعة، اشتغلنا على تسريع وتيرة إنجازها. جلالة الملك شخصيا في المجلس الوزاري أحدث لجنة للتحقيق في التعثر، هنالك تعبئة من أجل إنجاز هذه المشاريع، وكان هنالك لقاء مع المنظمات الحقوقية قدمت فيها توضيحات من مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهذه المشاريع. واليوم أصدرنا وثيقة حول هذا الموضوع المرتبط بالمشاريع. السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قدم وأحال التقرير المرتبط بهذا الموضوع على أعضاء الحكومة اليوم، بما فيه تدخلات كافة الذين حضروا للقاء، تقرير مفصل للقاء الذي كان مع المنظمات الحقوقية. يعني بالنسبة إلينا هنالك استجابة للمطالب المشروعة، هنالك حرص على أن يتم التوجه نحو الانفراج، ولهذا السلطات الترابية المحلية عملت على تخفيف حضور قوة الأمن، والعمل على أن تستعيد المدينة والإقليم ككل الوضع الطبيعي. المؤشرات السياحية جد مقلقة، جد مقلقة، ولهذا الموقف الذي أقدم عليه تجار المدينة، المواقف التي عبرت عنها عدد من الفئات، الأحزاب السياسية عدد منها عبر عن مواقفه، لأن هنالك الآن وعي جماعي بضرورة توفير أجواء الهدوء، عدم التصعيد. نتقدم في إنجاح الأوراش التي أطلقت، وكنت شخصيا أسبوعيا أتقدم بدرجة تقدم، يعني طلبات العروض التي أطلقت 200، وصلنا الآن أزيد من 220. البرامج التي تمت، ولهذا جاء الوقت لنتخذ موقفا حازما يكفله القانون وتحت رقبة القضاء في أي تطور.